بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 72، خصوصا إذا كان هو أطلق الرصاص على المجني عليه. نعم الشنق، لا لم هم من فعل المسلمين، لم من فعل الغرب. الغرب لهم طرق في القتل، الشنق والقص، يجيبون المقصلة المقص، مقص كبير يقصون به الرقبة، أو يستعق الكهربائي اللي يسمونه الكرسي الكهربائي، يجلسون على كرسي ويسلطون عليه التيار. لا، هذه كلها ما هي من أفعال المسلمين، إلا لو كان هو فعل هذا بالمجني عليه فيفعل به. نعم. أما إذا قتله فإن القصاص يشترك السيف. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لما روي، شوف الرواية يعني بصيغة التمريض، لأن يعني الحديث فيه مقال. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قواد إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. هذا لو صح يكون نصا في الموضوع، لكنه ما صح. نعم. أما إن كان قد قطع يدي شخص ورجليه ثم ضرب عمر قبل أن تندمج جراحه ففيه روايتان، إحداهما لا يستوفى منه إلا بالسيف. إذا كان جرحه في الأول جرحا غير مميت، ثم بعد ذلك بمدة قطع رأسه، فهل يفعل به مثل ما فعل؟ فيه روايتان، الأولى أنه لا يفعل به، يقتل فقط، والرواية الثانية أنه يفعل به مثل ما فعل، يجرح أولا ثم بعدما يأخذ مدة مثل المدة التي مكثها القتيل يقتل ويجهز عليه. نعم. فإن فلما إن كان من قطع يدي شخص ورجليه، نعم، ثم ضرب عمره قبل أن تندمل جراحه ففيه روايتان، إحداهما لا يستوفى منه إلا بالسيف العنق بدليل الخبر. نعم. ولأن القصاص أحد بدلي النفس فيدخل الطرف في حكم الجملة كفية، لأن هاتين جنايتان، الجناية الأولى تقطيع الأطراف، الجناية الثانية القتل، فتدخل الأطراف في القتل. نعم. جناية صغرى مع تدخل مع جناية كبرى فيقتل ويكفي هذا. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى، معنى القصاص، فلا بد أن يفعل به مثل ما فعل، قطع أطرافه ثم بعد ذلك يقتل. نعم. فإنه لو صار من الديان لم تجب إلا ديان النفس. لم تجب إلا ديان النفس. نعم. ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإثبات الجملة، وقد أمكن هذا بضرب العنق، فلا يجوز تعديته بإبدال الله تعديه. فلا يجوز تعديه بإبدال الله كما لو قتله بسيف كال. فإنه لا يقتله بمثله. لو قتله بسيف كال يعني غير حاد، فإنه لا يؤتى بسيف كال ينفذ القصاص به، وإنما يقتل بسيف حاد، لأنه يحصل به المطلوب وهو أنفذ في القتل. نعم. ورواية أخرى قال إنه لأهل يفعل به كما فعل، يعني أن يقطع. قال، والرواية الثانية قال، يعني الإمام أحمد، إنه لأهل أن يفعل به مثل ما فعل، معناه أنه تقطع أطرافه التي قطع مثلها من المجني عليه ثم يقتل مثل ما فعل، وهذا الأقرب إلى الدليل. نعم. لقوله سبحانه: وإن بمثل، وهذا مثل. نعم. وقوله سبحانه: فمن اعتدى عليه فاعتدى
اعتدى عليه. والمثل يقتضي المساواة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس يهودي رضخ رأس يهودي لربه رأس جارية بين حجرين. نعم. وقال الله سبحانه وكتبنا عليهم فيها من النفس بالنفس والعين بالعين. وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه لذلك. قال عليه السلام من حقق حققناه ومن بطل رفضناه. لأن القصاص موقع على المماثلة ولفظه مشعر به فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره فأما حديث لا قوة إلا بالسيف فقد قال الإمام أحمد إسناده ليس بجيد. أي نعم. باب الاشتراك في القتل. هذا قتل الجماعة بالواحد. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. هلا سبق أن قريبا لا إذا قتل جماعة واحدا فهل يقتص منهم جميعا ولو كانوا عشرة ولو كانوا مئة أو يقتص من واحد منهم فقط أو لا قصاص عليهم؟ أقوال لأهل العلم. والصحيح أنه يقتص من الجميع ولو كثر عددهم إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل. إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد فإنه يقتص من الجميع لعموم الآيات والأحاديث في القصاص ولما فيه من حقن الدماء وسد الحيل، لأنه لو لم يقتلوا لا اتخذ هذا حيلة لإهدار الدماء. فإذا كان بين شخص وبين آخر عداوة استنجد معه بآخر أو باثنين وقتلوه ولا صار عليهم قصاص، فهذه حيلة يجب أن تمنع. وأيضا لما قتل جماعة رجلا في عهد عمر رضي الله عنه قتلهم به وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. وقتل جماعة واحد روي ذلك عن عمر وعلي والمتوفر بن عباس وعن أحمد رواية الفرقة لا يقتلون به وتجب عليهم الدية. نعم. وعن أحمد رواية الفرقة لا يقتلون به وتجب عليهم الدية وروي ذلك عن ابن عباس. نعم. قال المنذر لا حجة عن حجر قتل جماعة بواحد ولا لم يجمع الصحابة رضي الله عنه. فروى سعيد بن مسيب بن عمر رضي الله عنه قتل سبعة منهم صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا دليل على أنها تقتل الجماعة بالواحد والحكمة تقتضي هذا، سد الحيل وسفك الدماء. وأخذ من عموم الآيات أيضا، أخذ من عموم كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتل رجلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصر المقام. هؤلاء ثلاثة من الصحابة نفذوا قتل الجماعة بالواحد، أولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثانيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثالثهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فكان هذا كالإجماع على صحة ذلك. نعم. ولأن عمر
تجد للواحد على الواحد فوجد للواحد على الجماعة في حد القلب. نعم. ولأنه لو سقط قصاص بالاشتراك لا أرضى إلى التسامح إلى القلب وإسقاط حكمة الرد والزجر. نعم. يفضي هذا إلى سفك الدماء وأن يتخذ الاشتراك حيلة لإسقاط القصاص. نعم. فيحصل اختلال في الأمن فلا بد من تنفيذ القصاص في الجميع حتى يستتب الأمن وتحقن الدماء. نعم. وإنما إيه هذا الشرط، شرط القصاص من الجماعة للواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم لو انفرد للقتل، فإن كان فعل بعضهم لا يصلح للقتل لو انفرد فلا قصاص عليه، وإنما يقتص ممن يصلح فعله للقتل، كما لو مسكه واحد وواحد قتله فيقتل القاتل، أما الذي مسك ما يقتل، أو واحد ضربه بعصا والآخر ضربه بسيف أو بحديد أو بشيء حاد فقتله، الذي ضرب بعصا هذا ما يصلح للقتل، فيختص القصاص بمن فعله صالح للقتل. أما لو إنهم ضربوه ضربة واحدة فمات من جراء ذلك فإنهم يقتلون، لأن فعل كل واحد منهم لو انفرد لقتل. نعم. لو كان سبب يحبس اللي يمسك يحبس يسجن يحبس حتى قالوا انه يحبس مؤبد حبس مؤبد ويقتل القاتل. نعم. وانما يجب القرض اذا فعل كل واحد منهم فعلا لو انفرد به وجب عليه القرض. نعم. فاذا اشتركوا وجب عليهم جميع وجب عليهم جميع، كما لو امسكوا بحديده أو بسيف وضربوه جميعا بها، فهذا لو واحد منهم أمسك السيف قتله، فكذلك إذا أمسكوه جميعا تعاونوا. نعم. أو ضربوه بخشبة، حملوا خشبة وألقوها عليه أو صخرة وألقوها عليه، فهذا فعل يقتضي أنه لو انفرد واحد لقتله، كذلك إذا اجتمعوا. نعم. لو سقط القصاص عن واحد من الجماعة المشتركين في القتل فإنه لا يسقط عن الباقيين بل ينفذ فيهم القصاص. لو كانوا مثلا سبعة واحد منهم سقط عنه القصاص لعدم توفر الشروط في حقه، كان يكون صغيرا أو مجنونا أو كان أبا للمقتول، فإن القصاص لا يسقط عن الباقيين الذين تتوفر فيهم شروط وجوب القصاص. نعم. فمن يتعذر قتل أحدهم وقتله كما من اشترك في القتل أو أجنبي قتل أجنبي. نعم. وعنه لا يقتل شريك له لأنه مشارك فلا قصاص عليه. فلا يجب عليه القصاص كشريك الخاطئ. نعم. ولنا انه مشارك في القتل العمد بالعدوان، ولنا انه مشارك في القتل العمد بالعدوان لمن لم يقتل به لو انقاذ، فوجب عليه القصاص كشريك الاجنبي. ولنا انه مشارك في القتل العمد بالعدوان لمن لم يقتل به. نعم.
لو انفرد يعني الأب، يعني الأب. نعم. فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي. نعم. وأما شريك القاتل ففيه روايتان، إحداهما يجب عليه كمسألتنا، وفي الأخرى لا قصاص عليه، لأن القاتل يتمحض عقدا لوجود الخطر من الفعل الذي حصل به الخروج إذا اشترك عامد وخاطي مخطي في القتل، واحد متعمد من القتل والثاني ما تعمد، فهل يجب القصاص على المتعمد؟ فيه خلاف، قيل يجب وقيل لا يجب، لأن القتل لم يتلخص أو لم يتمحض لأنه عمد، بل بعضه عمد وبعضه خطأ، وإنما يجب القصاص إذا كان القتل متمحضا في العمد، كله عمد. نعم. بخلاف شريك الأب فإن قتلنا عمد المهد وعنوان. نعم. وإنما سقط القصاص عن الأب لمعرفته متصف به، فأشبه ما لو سقط عن أحد الأجنبيين بالعفو عنه. نعم. مسألة، وأما إذا تعذر إذا اشترك في القتل العمد من تتوفر فيه شروط القصاص ومن لم تتوفر فيه، فإن من توفرت فيه شروط القصاص يقتص منه، كما لو اشترك صبي وبالغ في قتل عمد عدوان، أو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، فإنه يقتل الذمي لتوفر شروط القصاص في حقه، وكونها لم تتوفر في الآخر لا يسقط عنه القصاص. نعم. وسقوطه عن الحر لعدم المكافأة، وهذا المعنى لا يتعدى بلا شريك ولا بلا فعل، فلم يقتضي سقوط القصاص عن شريك. مسألة، وأما لو تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على شريكه، لأن سقوطه عنه للعفو عنه وهو معنى لا يتعدى بلا شريك فلم يسقط عنه القصاص، كما سبق أنه إذا سقط القصاص عن بعض المشتركين فإن البقية يجب عليهم القصاص. نعم. مسألة، وإذا كان بعضهم غير مكلف أو قاطع لم يجب القبض. نعم. أما إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القبض عليه كذلك المال. نعم. وعنه يجب عليه، لأن القصاص يجب عليه جزاء بفعله لا عن فعل غيره، فيجب أن يكون الاعتبار بفعله. نعم. فمتى تمحض عمدا أو عدوانا وجب القبض إذا كان المسؤول مكافئا له، وإنما يسقط عن الصبي والمجنون بمعنى فيهما. معنى. نعم. فلم يقتضي سقوطا إنما سقط القصاص عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما لا لمعنى في القتل، القتل تام وهو عمد عدوان، فلا يتعدى سقوطه عن الصبي عن غير المكلف إلى سقوطه عن المكلف، لأن فعل المكلف عمد عدوان فيستحق به القصاص. نعم. ولنا أنه شارك من عليه بفعله فلم يلزم قصاصه كشريك الخاطئ. هذا يعني صحيح المذهب اللي يقول أنه يسقط القصاص لأنه لم يتمحض عمدا. نعم. أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه شريك الخاطئ. نعم. ودليل ذلك قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة الحديث، ودل على أن القصد قوله عليه السلام
هذا ما في شك إن غير المكافي معفو عنه، لكن لا يتعدى هذا إلى المكافي. نعم. ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان الحكم فيهما حكم الخطأ. نعم. مسألة: وإن كان شريك العامل مبطلا فلا قضاء على واحد منهما، أما المبطل فلا قصاص عليه، لقوله سبحانه: وليس عليكم في الأمر فيما أخطأتم به. وقال عليه السلام: عُفِيَ لِلشَّرْكِ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ. وأجمعوا على أنه لا قضاء عليه، وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم. وعنه عليه الخبر لأنه شارك في خلق عبد العدوان فأشكى شريك العام، ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عبد العدوان لا عذر له فيه. ولنا أنه قطع غير متمحق عمدا فلم يجبه. هنا الذي يمنع القصاص معنى في القتل، معنى في القتل لا معنى في القاتل فقط، وذلك أن القتل ليس عمدا خالصا، وإنما بعضه عمد وبعضه خطأ، والله إنما أوجب القصاص في العمد الخالص المتمحض. فهنا يترجح أنه إذا اشترك مخطئ وعامد أنه لا قصاص على العامد، لأن عمده ليس عمداً متمحضاً خالصاً، وإنما معه ومشارك له خطأ وهو قتل واحد. نعم. لا، مو بالإجماع، يقول لك فيه خلاف، المذهب فيه خلاف، حتى في المذهب فيه خلاف. نعم. ولنا أنه قتل غير متمحض عمداً فلم يوجد قول يشد عمد، وكما لو قتل الظالم بجرحين عمدا وخطأ. نعم. مثلا: وإن أكره رجل ولدا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر فيها أو قطع. نعم. وإن أكره رجل على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا إذا أكره رجل آخر على القتل فقتل، فإذا كان هذا الإكراه ملجئا لا حيلة للمكره فيه فإنه يكون الاقتصاص على المكره. أما إذا كان الإكراه ليس ملجئا فإنه يقتص من القاتل المباشر، لأنه فدى نفسه بقتل الآخر، قال هما تقتل هذا الشخص ولا قتلتك، فهو فدى نفسه قتل الآخر فيقتص من المباشر من القاتل. نعم. يمكن يجري يكره واحد على القتل. نعم. وكذلك لو هذا سيأتي. نعم. والآخر منها أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المنفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. على المكره لأنه تسبب بالقتل بما يصلح للقتل، وعلى المكره لأنه باشر القتل، فهما جماعة اشتركوا في قتل واحد. المكره والمكره اشتركوا في قتل واحد جماعة يقتلون. نعم. وإن وجد الدية استويا فيها نصفين. نعم. أما إذا أكثر وجد وجدا على القتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعا. نعم. أما المكره فلأنه تسبب بالقتل عام العدوان وجب عليه القصاص كشهود القصاص إذا رجعوا. وأما المكره فإنه قتل من يكافئه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص
كما لو لم يجرح. نعم. والدليل على أنه قتل أنه هذا السيف وحد ظاهره. نعم. وإلا أن القتل عقاب عن جرح يدفعه الذنوب وقد قتل منه ذلك. ولأنه أثم بذلك فإن عليه فإن ولأنه أثم بذلك فإن عليه إثم القتل. والدليل على أنه عقد أنه قصد الفعل بآلة محصلة له. ولأن الإبقاء لم يصلح اختياره ولا ضعف قصده بل هجر دواعيه وكثاره. أما لو سلبه الإكراه اختياره صار ملجأً ملجأً لا ليس له اختيار، فهذا إنما يكون القصاص على المكره. أما المكره صار كالآلة ما ليس له اختيار. نعم. ولا يقال إنه ينزل من منزلة الآلة، فإن الآلة لا تأثم وهذا يأثم، والآلة ليس لها قصد وهذا لا يحتاج إعادة. إذا أكره رجلا يحتاج إلى إعادة إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. دية العمد على القاتل، وإذا مات وليس له تركة فات محل الدية، فات محل الدية. ربما يقال أنه يودى من بيت المال، إذا تعذر ضمانه من تركة الجاني فإنه يودى من بيت المال. نعم. هل الأول من العاملة وهل يحمل القاتل؟ نعم. هل إيش؟ هل الأب والابن من العاقلة وهل يتحمل القاتل في الخطأ وشبه العمد كالعاقلة؟ هنا العاقلة هم عصبات الجاني، عصبات الجاني من آبائه وأبنائه وأبناء أبنائه وأحمامه وإخوته والعاقلة. العاقلة هم عصبة الجاني، وكل منهم يحمله القاضي بقدر استطاعته. هذا يرجع إلى القاضي، يحملهم بقدر استطاعتهم، يوزعها عليهم. نعم. هل يشترط عدد معين هذه العاقلة في العاقلة؟ هل يشترط عدد معين في العاقلة أو كان كل الذين يرثونه بالتعصيب فهم عاقلة. الذين يرثونه بالتعصيب ذكور العصبات، لأن العصبات قد يكون فيهم إناث مثل الأخوات مع البنات، مثل البنات مع الإخوة مع إخوتهن، عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، هؤلاء ليس عليهم شيء أنهم إناث، لكن العصبة بالنفس هؤلاء هم اللي يتحملون الدية. لأنه لو مات وله تركة لورثوها ولو كانت ملايين، فكونهم يتحملون الدية هذا يكون من باب الغنم بالغرم، فكما أنهم يرثون ماله يتحملون أيضا ما عليه من الدية، هذا من باب المواساة. ولأن الجاني معذور، الجاني خطأ معذور، فيتحمله العاقلة. نعم. إذا قلنا نفع الدية ما هي على أوليائهم، تكون في مال الصبي والمجنون، إذا كان لهم مال تكون الدية في ماله،
في مالهم، وإن لم يكن لهم مال سقطت، ولا ذنب لأوليائهم، لأن هذا عمد عدوان، لكنه سقط عنه القصاص لعدم توفر التكليف. نعم. نعم. إذا حُرِم رجل من ميراث رجل مقتول وهو أخوه، أنه حق العبد عن ذلك المقتول الذي هو أخوه؟ لا، غير الوارث ليس له حق، ليس له حق العفو، إنما العفو للورثة، لورثة القتيل بفرض أو تعصيب. أما المحجوب فهذا ليس له حق في العفو. نعم. إذا كان القاتل بتأخير القاتل أو بيت ثم أعطاه السم. إيه، هذا عمد عدوان، لأن هذا يصلح للقتل، السم يصلح للقتل. نعم، هو قتله بالسم ما قتله بالتخدير، لو تركه لصح من التخدير، فإعطاؤه السم متعمدا هذا عمد عدوان. نعم. هل يحرم تشبه الكفار في وسائل قتلهم؟ نعم. هل يحرم تشبه الكفار في وسائل قتلهم؟ تشبه عام، نعم، وهذا فيه تشبه وفيه أيضا مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، ففيه محذوران التشبه والمخالفة للشرع. نعم. إذا كان القفز هو بنفسه وتسبب عن قفزه الوفاة فليس على السائق شيء، لأنه هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه، كما لو كانت السيارة تمشي وقام هو طب منها وهي تمشي، هذا أمات يكون لا، ليس على السائق شيء، الجناء هو الذي جنى على نفسه وتسبب في قتل نفسه. والخطأ، قتل الخطأ في السيارات إذا كان فيه تفريط، إذا كان فيه تفريط من السائق، نتج الحادث سبب تفريط، إما أنه لا يحسن القيادة، أو أنه مسرع سرعة خارجة عن العادة، أو أنه لم يتفقد السيارة قبل يمشي فيها عطب وهو لم يتفقدها، واجب عليه يتفقد السيارة قبل يمشي. أما إذا كانت السيارة سليمة ما فيها خلل، وله مسرع سرعة خارجة عن العادة، وهو يحسن القيادة، فهذا ليس عليه شيء، لأنه لم يتعدى، أنه لم يتعدى. نعم. لا، لا يسقط عن الآخرين، لا يسقط عن الآخرين، لأن الأب ليس وارثا، الأب ليس وارثا، وإنما يسقط العفو من الورثة، وهذا ليس وارث، محجوب من الميراث بسبب القتل، ممنوع من الميراث بسبب القتل، فهو ليس وارثا. نعم. هذا ما هو بحد، هذا ما هو بحد، هذا حق للآدميين، القصاص حق للآدميين ولا يعتبر من الحدود، الذي يعتبر من الحدود قتل المرتد وقتل الساحر، هذا الذي يعتبر قتله حدا، لا، الساحر قتله كفر ردة، فقتل المرتد لا يعتبر حدا،
أما القتل في القصاص فهذا حق للآدميين ليس حدا، بدليل أنهم يملكون إسقاطه، لو كان حدا ما ملكوا إسقاطه. نعم. العصبة كلهم عاقلة حتى ولو كان بعضهم غير والد. نعم. الشيخ قبل الإسلام وهي وهما اختلفا في الاستفتاء الاول. نعم، لان القصاص وجب للاول، فيبدا به، فاذا اقتص فوت على الثاني القصاص، فاذا فات القصاص يعدل الى الدية. نعم. إيش؟ إذا أراد أن يدفع الدية. هذا عجيب. نعم. وطالب أن يقتل مع أنه قتيل يريد الدية. لا يلزم بالدية، يلزم بالدية، لأنهم عفوا عن القصاص إلى الدية، والحق لهم ما هو بالحق له، الحق لهم، هم مخيرون بين القصاص وبين الدية، فيلزم بما اختاروا، إن اختاروا القصاص يلزم بالقصاص، وإن اختاروا الدية يلزم بالدية. نعم. أراد أن يوزع ماله وهو حي على ورثه، كيف تكون القسمة؟ هل هي مثل مال أو مال أم كيف؟ نعم، تكون القسمة على كتاب الله، على كتاب الله يوزعها على حسب مواريثه. نعم. وهل يجوز له جزاك الله خير. طيب، هذه مساعدة له على الحج، إحسان إليه. نعم. خلاص، بدي شيء. نعم. هل في صحيح مسلم والبخاري أحاديث ضعيفة؟ صحيح البخاري ومسلم من أصح كتب السنة، وليس فيهما حديث ضعيف، ليس فيهما حديث ضعيف، وإنما هذه شبه من إما من جهال لا يعرفون السنة، وإما من مغرضين يريدون أن يشككوا المسلمين في كتب السنة، فلا يلتفت إلى هذا القول. نعم. سمعت حديث لم أعرف معناه. نعم. الله أعلم، أنا بعد ما أعرفها. نعم. نعم، دية لها مقدار معين، دية الخطأ لها مقدار معين، كذلك دية العمد لها 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، وهي تتنوع بحسب الجناية، تكون مغلظة وتكون مخففة، تكون أرباعا وتكون أخماسا، هذا يراجع فيه الكتب الفقه. هي الأصل أنها بالإبل، 100 من الإبل، والمئة تثمن في كل وقت بما تساوي، إذا أريد إخراج دراهم تثمن 100 الإبل على حسب أسنانها وأقيامها، وتخرج الدية من أثمانها، كانت مغلظة أو كانت مخففة. نعم. إذا لبسته الزوجة لبسته الغيال، فلا يجوز لنساء المسلمين لبس البنطلونات، لأنها لا تسترهن، وإنما تزيد في الافتتان بهن. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس
ما تجوز ولا بدقيقة واحدة، ما تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ولا بدقيقة واحدة، لا بد من دخول الوقت. نعم. عشر دقائق كثير. نعم، إنما تمنع الصلاة وقت استواء الشمس في كبد السماء، إذا حاذت الرؤوس تمتنع الصلاة حتى تزول، أما قبل أن تحاذي الرؤوس تجوز الصلاة. ومحاذاتها للرؤوس يقولون شيء يسير ما يتسع للصلاة، ما يتسع للصلاة. نعم. الحديث الصحيح وقت لنا في تقليم الأظفار وحلق العانة وقص الشارب إلى 40، فمن تعدى 40 فهو مخالف للحديث ويأثم، لأنه تتشوه صورته، تطول شواربه، تطول أظفاره، وتطول عانته، فيصبح يشبه الحيوانات المفترسة ويخالف السنة. نعم. الجمعية المسلمة جمعية المدرسين، وهي المدرس يدفع مبلغا معين لوالده، وهكذا في الشهر الثاني للجميع. ما حكم هذا العمل وما معنى كل قرض جرى نفعا؟ أنا قلت إن هذا لا يجوز في أكثر من مرة، لأنه قرض جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأنه ما أقرض زملاءه إلا بشرط أن يقرضوه، فهذا شرط للنفع. وأيضا هو عقدان، عقد قرض مشروط بعقد قرض، فيكون فيه معنى بيعتين في بيعة المنهي عنه، فأنا أرى أن هذا لا يجوز. ومن أراد الاقتراض فليذهب إلى أحد إخوانه ويقترض منه، أو يلجأ إلى شيء مشروع مثل دين السلام، مثل فيها الحمد لله، أو يستدين بالغائبة لأنها صحيحة عند الجمهور، يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق بثمن حال ويتصرف في الثمن ويوفي ما عليه أو يسدد ما عليه أو يشتري حوائجه، فالدينة والغائبة هذه جائزة عند الجمهور لأجل الحاجة إليها. أما القرض الجماعي فإنه في نظري لا يجوز. نعم. نعم. ما تبرأ الذمة إلا إذا وصلت إلى مستحقيها، ما تبرأ بمجرد دفعها إلى الثقة حتى تصل إلى مستحقيها، أما ما دامت لم تصل فإنها باقية في ذمته. نعم. ما يصلح يخلط أبوال الإبل مع الألبان، هذا ما هو صحيح، لكن يشرب من اللبن، ولبن الإبل فيه شفاء وفيه البطنية، وأبوالها تشرب على حدة أيضا لأنها تقاوم بإذن الله الوخم والحمى، كل واحد يشرب على حدة. نعم. إنه اشترك جماعة في قتل شخص فإنه مجتمع إذا دعا كل واحد منهم كمان لو فاض به وجمع إلى فرق أسواق، ما فرق بين هذا وبين ما إذا استمع عامل المقتل؟ فرق واضح، العامل والمخطئ، القاتل ما هو خالص العمدية، مشوب بالخطأ، بخلاف ما بخلاف الصورة الأولى فإن القتل متمحض في العمد، متمحض في العمد، فهو صالح للقصاص. نعم. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.